أنا أهنيك أبو جهاد، والله يمتع الوالدة بالصحة والعافية. تبقى الوالدة مهما كبر الابن فهو في عينها صغير وتخاف عليه، لذلك هي حريصة. أبغى أسألك، بما أن جبنا طاري الوالدة الله يمتعها بالصحة والعافية، علاقتك مع الوالدة، جلستك مع الوالدة؟ والله شف أنا أقول مقصر معه لأبعد الحدود، لو مهما سويت أنا مقصر. أنا لله الحمد يعني إذا صرت بالديرة هي طبعا جنبي، لكن أجيه مثلا الظهر، أجيه بالليل، أجيه يعني دائما أجيه. وأنا من هالمنبر رسالة لأي واحد عنده والدينه، لا يقول أنا مشغول، والله يجي يوم تتمنى إنك تجدهم تجي لأمهم. أنا تجربتي مع الوالد الله يغفر له ويرحمه، أنا كنت يعني وش أقول لك، من يوم أنا صغير، من يوم أنا وغد وأنا معه ما فارقته أبد. يوم يتوفى أيوه يخلونا قد عنده. أوه الله يغفر له ويرحمه. ليش؟ يعني فترة تعبه دخلوا الملاحظة، يعني هي الفترة اللي أنا ندمن عليها، يعني ساعة بس، ساعة ندمت عليها وأنا كل هالفترة معه، بس إني ما أنا عنده يوم يموت. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه، رحمه الله ورحمة الأبرار. فأقول يعني من هي فرصة، من مجرب هي فرصة. والله يا الوالدين إنهم كنز، هي سعادة، هي توفيق. أسأل الله يهدي الجميع. صدق صدق. تاريخ لا تنسى في حياتك؟ تاريخ طبعا طبعا أنا تاريخ زواجي والله ما حفظته، تاريخ عيالي كلهم ما حفظتهم، أنا رجال أنسى، أنا نساي. لكن تاريخ الوالد وفاة الوالد هذه ما تنسى، 1422/18/5 شهر 5 الساعة 6 المغرب، هذا الله يغفر له ويرحمه، هذا أول شيء وثاني شيء. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه. هل نقدر نقول إنه أبو جهاد كان صديقا لأبيه؟ الله يغفر له ويرحمه. إي والله يعني دائم يعني أروح للكشتات وأنا ما أحب الكشتات علشانه، والله إني أروح للكشتات وأنا ما أحب الكشتات. أنا توي متزوج جاي من شهر على قول شهر العسل وراح معه علشانه، وأنا ما أحب يعني ما أحب، بس علشانه أدري إنه لا رحت معه يستأنس. يستأنس الله، هاي ترى مرحلة عظيمة، الواحد لما يوصل المرحلة ذي إنه أبوه يسعد بحضوره، يعني نحن نهنيك على بركة بأبيك، نسأل الله عز وجل له يعني والله ما سوينا شيء، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه، والبر ما زال مستمرا. والله إلى الآن أحس معي يعني كم لها الحين سنة، يعني كم لها 23 سنة إلى الآن، والحين يعني زي ما تقول الكشتات دائما يروح للشمال، ومش أني أتحاشى أني أروح للمناطق ذيك عشان لا تعود الذكرى، ذكريات كل ما أروح المكان كأنه تو متوفي يعني. الله يغفر له ويرحمه، نشبع الدعوة الله يغفر، لكن أرتاح. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه، ويسكنه فسيح جناته، ولعلنا احنا فرصة نترحم عليه في هالساعة المباركة، نسأل الله أن يعلي درجته في الجنة يا رب العالمين.